الأمور خرجت عن السيطرة هنا في الناصرية. لم يستمر الهدوء الذي عم المدينة 41 يوماً حتى تجددت الاحتجاجات لليوم الثالث على التوالي. صمت حكومي وأمني مستغرب. الإدارة المحلية في المدينة ترفض التعليق على التصعيد، وحكومة بغداد لم تصدر أي توضيح بهذا الشأن. هكذا كان المشهد منذ ليل السبت. تصعيد مناطقي، المحتجون حرقوا الإطارات وقطعوا الشوارع الرئيسية عقب حملة اعتقالات طالت ناشطين بارزين. وبعد تأزم الأوضاع في الحبوب اتسعت رقعة الاحتجاج لتنضم مدن واسطة والديوانية وبابل إلى ركب المدينة المتوترة للتضامن معها. يأتي هذا فيما يجمع النشطاء على أن عمليات الاغتيال التي تستهدف الناشطين منظمة ومحسوبة على قياس الحجم الانتخابي للحراك. تقف خلفها أحزاب نافذة قلقة من قدرتها على التنافس في الاقتراع المقبل.